التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم في دبي سعادة السيد هانس جرونبرغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في اليمن على المستوى العسكري والاقتصادي والإنساني والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لخفض التصعيد العسكري والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حيث تم التأكيد على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع و احلال السلام ورفع معاناة الشعب اليمني